طلب رئيس حزب الجمهوريون الفرنسي إريك سيوتي اليوم بالرباط بتصحيح الأخطاء المرتكبة وغياب تقدير تجاه المغرب، مبرزا أن الروابط التي تجمع البلدين قوية جدا. وقال سيوتي عقب محادثته مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أغنوش، قال إن بلاده محتاجة للمغرب وأوروبا بحاجة للمغرب، موضحا أن أوروبا لا ينبغي لها أن توجه رسائل غير ودية للمملكة. من جهة أخرى، نوه رئيس حزب الجمهوريون بالدور الجوهري الذي يطلع به المغرب في القارة الإفريقية والمغرب العربي، لا سيما فيما يتعلق بضبط تدفقات الهجرة، ودعا في هذا السياق إلى تحسين العلاقات بين المغرب وفرنسا، معتبرا أن قياس مدى هذا التدهور اليوم لا يطاق، وهو ليس في صالح لا فرنسا ولا المغرب على حد تعبيره. هذا لقاء هام مع السيد رئيس ديال الحزب الجمهوري الفرنسي اللي هو يعني شريك ديالنا مع الحزب بيبيو بوبولير يعني الشعبي الأوروبي، واللي معهم على واحد المعدات ديال الامور. كانت نقاشات اللي هي جد مهمه، كتهم العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، كتهم العلاقات يعني اللي متاسفين ليها اللي هي مع يعني البرلمان الاوروبي والبرلمان المغربي، اللي مع الاسف كانت مناسبه باش نقولوا بانه ما كنتفهموش يعني واحد العدد ديال المسائل اللي كتمر الان في هذا البرلمان الاوروبي. حنا الحمد لله كل هذا مكسب، لان المغرب هو شريك كبير لاوروبا، شريك كبير لواحد العدد الدول الاوروبيه، ونتمنى على الله ان شاء الله انه بما فيه من رجال ونساء الحزب ديال الجمهوريين انه يمكن لنا يعني نزيدوا الامام بخطوه ثابته.